عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من أعطى جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لأن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فالذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما يدريك وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى إن جاء العمى وما يديك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو ذكر فعه الذكرى ما بعد أما من استغنى